يسعدنا في هذه الحلقة إن نقدم اتنين من مش بس قدموا لنا رحلة السيد المسيح لمصر والعائلة المقدسة، لكن قدموها في صورة تؤرخ هذا التاريخ بتفاصيل لم نعهدها وبسمات لم نعهدها، جمعوا فيها بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل، وقدموه في تعبير فني رائع جميل. والجميل ان هذا التخيل وهذا التصميم وهذا التعبير نفذ في كنائس مصر عشان يفكرنا دايما بشرف ان يمر السيد المسيح بمصر ويلف، يعني يطوف بيها كي يبارك هذه البلد المباركة منذ زمن قديم ويحميها ويحرسها. وعشان كده احنا دايما نقول ان مصر عندها العقيدة منذ القدم تأصلت من خلال مرور العديد من الأنبياء والديانات اللي رسخت فينا العقيدة بأبعادها الأخلاقية والجمالية والمتأصلة في شعب مصر الجميل. معانا الأستاذ العظيم والصديق الجليل والدكتور محفوظ صديق، ومعانا الابنة العزيزة ابنة الدكتور محفوظ وتلمسته الدكتورة سميرة لبن. والدكتور محفوظ هيقدم لنا الفكر بتاعه، وهيقدم لنا كمان كيف ينشر الفكر من خلال التلاميذ المتميزين النجباء، وازاي بيدينهم فرصة ان هذا الفكر ينتشر من خلال جداريات ومن خلال تجميل للكنائس بتاريخ مصر العظيم وبحدث جليل ما زال يصبغ نعمته وحمايته على ارض مصر. موضوع رحلة العائلة المقدسة كان جناية مصرية للحفاظ على التراث القبطي هتعمل مشروع تجديد لموقع شجرة مريم في المطرية بمناسبة الألفية الجديدة. الكلام ده كان في نوفمبر 1999، وكانت الواجع حوالي 9 متر في شرخ طويل كده لحد البير، فاللوحة اللي كانت 30 متر بقت 9 متر. المهم انا راسم الرسم على الورق، كلهم وافقوا ان احنا نبتدي في التنفيذ. انا فكرت ان انا انفذ اللوحة حديد، طبعا على الواجهة لازم تبقى خامة قوية، ما حبيتش ان هي تبقى جدار واعمل عليه رسم زي ما كان متبع، لكن حبيت اخليه عند الحديد عشان تديني مساحات من الفراغات اقدر اربط بيها الشكل مع الفراغ المحيط. وكان في بالي في الوقت ده ان كل اللوحة تبقى شافة السماء من فوق، تبقى خلفيتها السماء، بحيث ان العائلة المقدسة لما تبقى في اللوحة يبقى كأنها جاية مع السماء جاية إلى مصر على شط النيل. والعناصر اللي تشكل المشهد، أنا كان في بالي وقتها مين كان يعرف إن ده السيد المسيح اللي جاي يزور مصر؟ محدش كان يعرف، لكن أنا افترضت إن كل عناصر الطبيعة المصرية رايحة تحيي يسوع. النيل في الوقت ده كان في حالة فيضان، اللي هو في يونيا كده كان بيبقى الفيضان بادي، والفيضان طبعا بيعمل دوامات معينة وبيعمل أمواج طبعا بشكل أكتر من شكل النيل العادي، بيبقى فيه تدفقات. فأنا خليت
الحركة بتاعت المية تبقى رأسية بدل ما تبقى أفقية عشان تعمل التدافع بتاع الحركة. وعملت تغييرات في التذبذبات والتعرجات بتاعت المية على أساس تدي شكل الدوامات، وإن النيل في الفيضان بتاعه بالدوامات بتاعته رايحة تحيي يسوع. وطبعا الكائنات البحرية السمك والحاجات دي طالع حي، والطائر المصري الأصيل اللي هو أبو إردام رايح في فوق يتحيي يسوع، والنخيل على الشط البعيد في حركة تموجية كده راقصة أيضا بيحتفل، وهكذا. يعني كانت الفكرة إن كل العناصر اللي موجودة في اللوحة اللي هي أصلاً من الطبيعة المصرية رايحة عشان تستقبل العائلة المقدسة. المهم كان في بالي برضو إن لما اللوحة تبقى خلفيتها السماء، كان احتمال إن ممكن السحابة وهي ماشية في السماء وتيجي من وراء اللوحة تخلي العناصر بتاعت اللوحة تتحرك مع حركة السحابة، وده اللي خلانا نعمل الشكل بالشكل اللاين بس، نعملش مساحات مقفولة بالصاج أو الكلام ده كده. المهم اللوحة دي لما تشوفيها من بره هتلاقي كأن العائلة المقدسة جاية داخلة مصر، ما تشوفيها من جوه كأنها رايحة راجعة تاني، ففي رؤية عكسية. فدي برضو كانت من ضمن ميزة ان اللوحة تبقى بالشكل اللاين بالحديد. وطبعا الدراسة انا ما كنتش عملت حاجة قبل كده بالحديد، لكن قعدت ادرس ازاي يبقى فيه اعصاب ماسكة المساحة كلها في الارتفاع بتاع حوالي 3 متر تبقى جديدة من غير ما نعمل شكلات من ورا تسند المساحة دي كلها عشان ما تشوهش المنظر. طيب مين بقى اللي هينفذ الحديد ده؟ انا ما كانش في بالي، انا اعرف ان الاقباط اغلبهم نجارين، لكن ما كانش في بالي ان احنا عندنا اقباط مسيحيين عشان يعمل. مهم لقيت ورشة في جزيرة بدران الدرية كده في شارع رقي المعارف، وكان تقريبا قرابة حد معرفها، رحت لهم قابلت صاحب الورشة الراجل كبير في السن وبعرض عليه الموضوع، قال لي ايوه نعملها طبعا. الورشة دي فيها كوماندا، جه قاعد معايا وريته الرسمة، قاعد درس المفردات بتاعتها، فيها حاجات نباتية وحاجات اشخاص وحاجات هندسية بتاعت المية، جمع الصنايعية بتوعه وخصص لكل واحد حاجة يعملها من مفردات اللوحة دي. اللوحة دي اتكبرت على نفس السكيل بتاعها الطبيعي واتحطت قصادهم على التسجة اللي هما بيشتغلوا عليها، وبقوا يفصلوا الحديد على الرسم. ولما هو شاف ان الرسم مدروس ومعمول كل حساب الأعصاب اللي ممكن تحمل الكتلة كلها على بعضها، وبعد كده الراجل اقتنع بان ما تدخلش ابدا في اي حاجة حرفية في الموضوع، ونفذ زي ما الرسم بيقول. طبعا اتقسمت عشان طبعا هم قاعدين في حارة ضيقة كده، وبعدين عشان نقلها اتقسمت على 3 قطع. فأثناء التركيب كنا بنركب اللوحة نلاقي امهات جايبة الأطفال الصغيرين مقعدهم على الرصيف يتفرجوا، العيال الصغيرة عمالة توصف لهم يعني في البيئة الشعبية دي قد كده كان الناس العاديين مهتمين قوي لدرجة يجيبوا أطفالهم يفرجوهم على العمل ده. كان في احتفال ظريف كده وكان جو جميل جدا. وتمت اللوحة على جدار اتعمل كأنه مهدم وده كأثر، وبعدين اللوحة دي أضيفت عليه، فتلاقي مفيش خط سفلي ممتد بين خطوط متعرجة، واللوحة
اتشكلت على التعريف بتاعه. في المشروع نفسه عملوا فلترة لمية البير اللي كانت طبعا عفى عليها الزمن وحصل عليها تلوثات وتعديات. جابوا شركة عملت فلترة لدرجة ان المية رجعت تاني وصالحة للشرب. وعملوا زي بنش كده عشان يعملوا تعبئة للمية دي في زجاجات. السياح لما يجي ياخدوها بركة زي مية بتاعت بير زمزم كده تبقى سوفينير يعني. وعملوا بنوه على البنش ده وطلبوا مني ان انا اعمل لوحة في الموقع بتاع البير نفسه. ايه الفكرة؟ قعدت افكر ايه اللوحة اللي تترسم فيها. في ترتيلة بيعملوها تمجيد للعذراء في شهر الكياك القبطي، لقيت فيها بيتين بيقولوا ايه؟ في المطرية حموه طلع شجر البلسم، منه الميرون صنعوه، السلام لك يا مريم. يعني ايه لما المسيح يستحمى بمية البير والمية تنزل على الارض تنبت شجر البلسم؟ دي حاجة فيها نوع من البركة، ان المية دي نبتت في وقتها شجر البلسم اللي خدته الكنيسة بعد كده وعملت منه زيت الميرون المقدس اللي الكنيسة بتستعمله في كل صلاة من صلواتها لحد النهاردة. أنا اعتبرت في نفسي إن مية الحموم دي عملت معجزة لما نزلت على أرض مصر نبتت شجر مقدس. لما درست في التاريخ العربي لقيت إن الخلفاء اللي كانوا يحكموا مصر كانوا تملي ياخدوا هذا العجب من هذه المنطقة ويحتفظوا بيه طول السنة للاستشفاء على إنه عجب طبي. فإذا إن العجب اللي تنبت أثناء هو المسيح استمر في التاريخ وبيطلع في نفس المنطقة دي إلى الآن بيطلع؟ لا ما أعتقدش بقى، يعني حاليا حتة بقت يعني إعادة إحيائها مرة أخرى بعد التعديات اللي حصلت على المنطقة. لكن لما جيت أرسم بقى الجدارية اللي ورا دي أنا اعتبرت المعجزة اللي حصلت دي بركة لشعب مصر. حطيت على اللوحة دي آية في من العهد القديم بتقول مبارك شعب مصر، وعملت اللوحة بتاعت الحموم دي على نفس الصيغة اللي اتقالت في بيتين الشعر اللي موجودين في ترنيمة تمجيد العذراء. ودي أول مرة الصورة دي تترسم في تاريخ الفن القبطي، يعني كلام مكتوب ازاي الواحد يقدر يحوله الى صورة؟ فطبعا كان في مفردات الواحد رجع في التاريخ عشان يقدر يعمل حلول تشكيلية مناسبة للموقف. لما المسيح يستحمى والمية تنزل عليها تغطيه، فازاي يبقى هو موجود والمية حواليه؟ فكان الفكرة بتاعت المية المقدسة في الفن المصري القديم لما بيرشوها على الملك تنزل بشكل زجزاج كده وهو يبقى قاعد وسطها، هي دي الفكرة اللي حلت لي مشكلة الحموم دي. ويوسف النجار مدلي الجردل، طبعا لازم يكون في معدات حوالين البير للاستخدام، لأن البير ده وشجرة الجميز اللي موجودة دي ده كان من ضمن التقاليد اللي موجودة على مسارات قوافل السفر في العهود القديمة. لازم كل فترة يبقى في بير مية في شجرة ورفة الظلال عشان القوافل تقعد وتشرب وتحمي وتشرب البهايم ويستظلوا ويستريحوا تحت الظل وبعدين يكملوا المسيرة. فكانت المفردات دي كلها من
مستلزمات المواقع في الوقت ده. فكان الفكرة ان هم يبقوا في نفس الموقع ده، لان هو ده في مسار طرق القوافل المختلفة. فكان وجودهم في المنطقة بتاع المطارات شيء طبيعي، ان هم لما يجوا لازم يعملوا ولازم يستحموا. فلما الفكرة اتنقلت في الأهازيج بتاعت الترانيم بعد كده، فدي مرتبطة بحقائق تاريخية موجودة. أيضا كل المفردات اللي اتعملت في العمل ده كانت شبه واقعية جدا، ان فعلا لما السيد المسيح يجي في المنطقة بعد السفر الطويل ده يقعد يستحمى، والقافلة تستظل وتستريح. وبعدين انما اللي تركته العائلة في الموقع هو شجر البلسم اللي فضل تاريخيا ينمو ويحصل تداوله بعد كده للاستشفاء. وبعد ما تأسست الكنيسة خدته من نفس الذكرى دي وعملوا منه الميرون المقدس اللي أصبح يمارس أثناء تأدية الصلوات على مر التاريخ ده لحد النهارده. دي كانت فكرة الوحدين اللي في الموقع ده.